لا، مهما بلغت ذنوبك، مهما بلغت سيئاتك، الله غفور، الله غفار، الله غفور، الله غفار، الله غافر، غافر الذنب وقابل التوب. يقول جل وعلا ويناديك يا عبد، يا عبدا مملوكا لله جل جلاله، يناديك الله فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم يقول لك، لي ولك وللناس أجمعين: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ارجع، افتح صفحة جديدة. لا تظن أنك إذا تبت أنك لا ترجع إلى المعاصي أبدا. تب وستخطئ، ثم ارجع وتب وستخطئ، ثم ارجع وتب وستخطئ. إن الجنة للأوابين، والأواب هو الذي كلما أخطأ رجع وتاب وأناب. يقول الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب، لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. في النهاية أقول: يا هذا، يا من عدا، يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم انصرف، أبشر، أبشر، أبشر بقول الله في تنزيله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا يا رب العالمين وارحمنا برحمتك. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التائبين واجعلنا من التوابين، وأجب دعوتنا أجمعين، وكل من قال آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.